إذا مساء الخير على كل المتابعين ومتابعات قناة شفتي في من خلال هذا المباشر. حنا تنتواجدوا مع عائلة شاب اللي تعرض للضرب المبرح حتى يعني الموت، وللأسف في دوار العبابسية اللي تابع لجماعة ولاد نيم عمارة مراكش طريق أسفي. يعني الناس اللي تعرفوا جماعة ولاد نيم يعني المشهورة بالقطارة، يعني المص يعني الدوار العبابسية، يعني كان واحد الشاب وللأسف لأنه كان واحد نزاع على الأرض، كان نزاع على الأرض بخصوص يعني واحد الخلاف على الأرض، وكان دائما تيكون واحد شنآن وتيكون واحد الصراع ما بين جوج ديال الجيران. هاد الناس هادو ما كانش يتصوروا أنه الإبن ديالهم غادي يتعرض للضرب، وهادي يكون الحال ديالو أنه غادي يتم نقله إلى مستعجلات محمد السادس بمراكش باش يتلقى العلاجات في يعني في وضعية صحية صعيبة وصعيبة جدا. اليوم هاد الناس بغاو الحق ديالهم بالقانون بطبيعة الحال، وأنه يتخذ جميع المساطر القانونية اللازمة في هذا الإطار، خصوصا أنه تيقولوا على لسانهم بأنه هاد الناس الآخرين يعني العائلة الأخرى تتعنى بالنفوذ، يعني وتتعنى بالعلاقات، دائما تخلقوا لهم فوضى ويعني الشتم والهلع، ومحاولات يعني دائما في محاولات القتل من طرف العائله الاخرى في دوار العبابسيه. تنعاود ناكد بولاد ليم، انتم تشوفوا الحال فين ولينا وصلنا ليه الان. يعني بالنسبه لهاد الناس يعني ولينا تنعيشوا حاله فوضى، تنعيشوا يعني ما بقاش الاستقرار، ما كانش المواطن انه يحس بالامان في يعني في الدوار ديالو ولا المنطقه ديالو ولا الجماعه ديالو ولا المكان اللي تيسكن فيه، بسبب انه هاد الناس ولاو يعني كما تنقولوا ولا عندهم سهل انه استعمال يعني العصي يعني الزرباطه ولا السلاح الابيض ولا تروح يعني سهله انه يعني هاد الاسباب لهاد الاسباب. تنشوفوا انه جرائم القتل كثرت لانه ما كاينش واحد الزجر، ما كاينش واحد كما تنقولوا تطبيق القانون بخصوص هاد التجاوزات اللي يقوموا بها الناس في حقوق في حق الحياه ديال الناس اخرين. السلام عليكم اسيدي. يعني بغيتك تعاود لنا كيفاش خليك يا مريح، عفاك خليك مريح وعاود لنا كيفاش سيدي هاد المشكل اللي وقع لنا البارح 14 شهر. الدري ضربوا بواه جيراننا في حصيده، ولاد عمنا راه عائله اسم العائله، حنا بحال كاملين حنا وياهم، ومجاورين في الديور ومجاورين في الحصيده في البلاد. جا ليه بغا يضربوا في الحصيده. فين هنا فين كاين هذه البلاد؟ البلاد في ولاد لي في الدوارني. هرب ليه هرب ليه، عيط ليا قلت ليه طلع على بريكاد انا غنتلاقى معاك على الجدارميه. اطلع تلاقى معاهم هما، عيط ليهم هو باهم، باهم عيط ليهم قال ليهم راه هو طالع على بريكاد، ما عطيتوش العصا علاش يمشي لا بريكاد، سيروا عطوه العصا باش يمشي، علاش يمشي لا بريكاد وما تيقوش ليه خبار، قردوه ما تيقوش ليه خبار، تلقاو ليه ضربوه طيحوه حتى ما خلاوش عاقل، زادوا في حالاته. باش ضربوه؟ العلم لله، انا باقي ما هضرش معايا باش نعرفوا واش باش ضاربين له واش. شحال هادي يومين ولا شحال؟ البارح. لدابا ما تيتكلمش. لا باقي ما تيتكلمش. ضربوه 14 اليوم 15. هادشي اللي عطا الله. والمهم اسيدي هاد الناس تغيل علينا تغاو، هادو ولاد العمام، ولاد عم هما والواليد ولاد العمام واسم العائله، حنا بحال حنا وياهم، والناس عندهم فلوس، حنا عندنا الله تعالى، هادشي اللي عطا الله، حنا ما عندناش فلوس، ما عندنا فلوس باش ندافعوا ولا باش حتى باش نركبوا، ما عندناش، بينا غير منكو غاف لا
الا بينا غنمشيو ندورو راه ما عندناش باش ندورو مكابين غير وليداتنا ولا كون ما خلوناش هاد الناس كرصوا علينا. نعم هادي. والبره الثانيه في شهر 11 مشاو تهجموا على الدار 8 البارح ضربوه 3 في شهر 11 مشاو 8 8 خمسه خوت وولاد خوهم 3 هي 8 مشاو درنا شي كيف محكمه صيفط لها البريغاد وراه باقي كيدورو هادي نهار في شهر 11 وعاود ثاني ضاربين الوالده في شهر خمسة. شهر خمسة. عشر يوم شهر خمسة ضاربين الوالده. الام ديالك شحال في عمرها؟ عمرها سيدي ما تكون تقريبا كدا وسبعين ثمانين. انا راه والداني عندي 50 سنه دروك ما شاء الله وعندها ستة رجال وثلاثه البنات كلهم عيالات وكلهم والدين فيهم هاد الدري اللي ضرب البارح واش راه باقي مال ضربت قربوها عصا واش اربعه رجال بسهم امراه جينا درنا شكايه في المحكمه درناها عند جدارميه وراه واحد فيهم راه مشى للطاليان واحد تملص من الشكايه بقاو جوج كيجوا للمحكمه وكيخرجوا بحالهم مازال ما تشدش لينا الحق ديالنا حنا بغينا الحق ديالنا اللي يشد لينا هما ما يتعدوا عليكم واش يقولوا لكم يقولوا لينا ملي كيجوا كيتعدوا كيقول لك جبدوا الوسط حنا قادين بداك الشيء تيقولوا الاخرين اللي لقيتوه قربوه قادين ما تمشوش للحبس عمر الحبس ما تدخلوا ليه حنا قادين بداك الشغل ما عرفتش انا باش قادين هادشي اللي عطى الله وشنو هو السبب علاش هاد الصراع ناض علاش اش تيقول سيدي كاينه واحد الارض ديالنا دابا حنا عندنا الديور مقادين ياك وكاينين قدامهم القاع ها دارنا حنا ها دار عن جد عمي قاعتنا حنا جات هنا قاعتهم هما جات هنا قاعتهم يعني الارض لا هذه ارض كنا كنقيعوا فيها فلاحه كنجيبوها ندرسوها فيها ملي ولات البهايم كتخرج القياع والدجاج تحول جدي هنا وباهم تحول هنا باهم قاعت باهم خلاها بنا فيها ولدو قاعت جدي بنا فيها ولدو بنا فيها با بنا فيها كوري البهايم بيسكن فيها واحد الدراري ناضوا دروكا قالوا لي علاش تجي لي هذيك على قودنا ودير هدار قاعت خوكم تانتوما على قود كاع على قود دارنا حنا قالوا لي سير ليها راه سير لحقها راه مبنيه هذيك وتا هذي راه ما تبنيش فيها هادشي اللي عطى الله نعم داكشي علاش هو هادشي السبب ديال الصراع كله هو يعني ما عمرها كان هذا المشكل بيناتكم انتم ولاد العمام ولا ولاد العمام كابرين في دار وحده ما عمره كانش هذا المشكل ونهار اللي في هذا الاخر قال لك علاش تجي لهاد الكاعات جدكم جدنا مقيع فيها جدنا هادو اللي كيشهدوا بها هاد الناس اللي شاهدين بها كلهم فايتين 60 واللي شاهد 60 سنه هادي تاعتك شكون بيحيدها ليك راه خاص ما خصوش يحيدها ليك لا ولدو ولا حتى واحد شنو هو الخوف اللي ولا عندكم الشريف احنا الخوف اللي ولا عندنا ما قديناش نضاربوا معاهم على ود الحبس ما قلتي لي كثار هما كثار راه قلت لك راه غير نهار في شهر 11 مشاو 8 8 وحنا راه نهار اربعه الناس ولا خمسه الناس اش غنديروا لهم نقتلونا ما غاديش نمشيو لهم اللي يقتلونا ما حاولتش ان العائله تدخلت لمواد المشاكل العائله ما كاين ما كاين حتى واحد اللي غادي يدخل لك في شي حاجه اللي تفيدك والو كيجي شي واحد كيتبرعوا فيه سير بحال يجي واحد يبي صالح يقول لي سير بحال كيفوتوها كيفوتو الكوري ديالهم نحنا نرحلوا من تم نحيدوا من تم قال لي ميفوتوه نفوتوه نعم راه ما بقى لينا غير نفوتوه حنا قربنا نفوتوه لا بقاو تابعيننا في هذا ما تشد لنا حقنا راه صافي غادي نخلوه نمشيو لشي بلاصه اخرى نبعدوا كاع من تم لا حول ولا قوه الا بالله شنو هو الطلب ديالكم انتم هذا الطلب ديالنا هو بين الحق ديالنا يتشد لينا الا كنا كنساليو شي حاجه في هذاك الشيء يتشد لينا حقنا ضاربين امي في شهر 5 وقدمتوا شكايه قدمنا شكايه للمحكمه قدمناها للبريغاد باقي ما كاين والو باقي مطلوقين كلهم ربعه واحد فيهم راه مشى للطاليان وواحد راه تملص من الشكايه ما بقاش كاع فيها كيفاش تحيد ما عرفتش دوكا ما بقيتش لقيتو الرحمة يعني الراحة ما بقيتش لقيتو انتما تما ما كايناش لا واد هادشي جنوي وتمشى تقتل شي حد ما عرفتش ما قديناش غير حنا كنطلبو المخزن كنطلبو المخزن يعني تترجعو في المخزن انه هادشي اللي كاين كنطلبو حنا غير المخزن هو اللي غادي يشوف هاد يعني الدرك الملكي ديال قطارة انه يقوم بالعمل ديالو باش يحميكم انتما وتعيشوا حياتكم تفضل الشريف تفضل لا حول ولا قوة الا بالله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشريف هاد الناس تعدوا علينا
ضرب الوالدة في 2022 شهر 5 في 16 ضربوهم 4 وتكرفسوا عليها. جينا قال لك اسيدي هاد الناس اي فاش تكرفسوا على فين كنتو نتوما الشريف؟ حنا كنا هنايا كنا ما كاين حتى واحد تما يعني خارجين خدامين خارجين خدامين. وكان الوالد دايرين واحد الشكاية كان جاي نهار 17 عندهم الحضور جاب يروح بيبات هنايا ملي جاي بيبات هنايا هما خلاو تخرج حتى واحد ما كاين في الدار مشاو كاين اختي والوالدة يعني دخلوا على العيالات لقاوهم في هذاك الكوريد كرفسوا عليهم دخلوا للدار ايه هذاك الكوريد معزول على الدار نعم قدام الدار بينها يعني محسوب على الدار بينها وبين الدار شانتي ولكن دايرين فيه بهايمنا وكان باتوا فيه مع البهايم وكل شيء راه باقي كان عندنا تصاور ديال الكوري فيه البهايم وكاين كل شيء مصورين قبل كاع دروكا ملي ضربوها قعدوا نهار واحد نهار واحد شهر 6 جاو زربوه لينا سدوه لينا دروك راه مسدود داروه قدامو الزرب هذا ديالكم وداوه لكم ديالنا هذا راه عندنا الوراق عندنا سميتو نعم كاين دعوى قضائيه وكاين نعم كاين الشكايات وكاين كلشي وما بانش شي حاجه الله اعلم داكشي كيوقع الله اعلم لا اله الا الله دروكا كنترجاو جلاله الملك الله ينصرو نعم باش يشوف هادشي حنا الله اعلم ما عرفناش كيفاش هادشي اللي وقع لينا مدروك انتم بيدو حقكم بالقانون بينا حقنا بالقانون كنطلبوا حقنا بالقانون وما بيناش الفوضى وهما كل نهار كيجيو لنا فوضى باش غن يخوو البلاد بيخوونا البلاد راه خوونا دروك راه ما كاينش هما تيقولوا لكم بيخووكم البلاد هادشي اللي قلتوا لي بيخوونا البلاد وكاينين خوتهم اخرين في الطريان كيجوا كل نوبه كيجي واحد كيجيب كيعطيهم الفلوس انتم قوموا السياره ديالكم وكل شيء على حسابي ما عرفت واش كاتبين معاهم التزام ولا الله اعلم ما عرفت ما شاء الله المهم داكشي اللي كيديروا لينا حنا خوينا البلاد ما بقى فيها الوالد مريض وكلنا كنعانوا كنا حنا دوك المرات كنعانوا ما شاء الله واش قال لكم الطبيب على هذا الوليد هذا اش قال لكم هذا الشيء خويا راه مضروب مهرس ليه المنخر ديالو مهرس ليه منخر ايوه مخيط الفم ديالو راه ما كيهضرش مخيط ليه كاع الفم مخيط ليه شويه من الفم نعم ودار معاه نهار 5 فدوز 5 ايام ويعاود يرجع عند الطبيب قلت له بان الترسم مقصح بزاف عنده في هذه الشبكه عنده الدم كبد ليه في هذه الشبكه بسبب الضرب بسبب الضرب ولكن باش ضربوه راه هو مازال ما كيهضرش ما شاء الله ما تيقدرش يدوي نهائيا ما كيقدرش يدوي كيدوي غير بلي شهر وصافي نعم شكرا لك الشريف يعني الرساله واصله سمح لي اذا كما تابعتوا تفضلي تفضل اذا كما استمعتوا معنا وتابعتوا معنا متتبعينا من خلال هذا المباشر تشوفوا يعني مجموعه ديال الشواهد الطبيه والتحاليل وكذلك يعني مجموعه ديال التحاليل ومجموعه ديال الشكايات اللي تقدمت بها هذه العائله بدوار العبابسيه بولاد ولاد الدليم المعروفه بقطاره فهاد الناس هادو تشوفوا هاد الشاب هذا يعني كان صحه سلام الخلاف وقع اما بين ولاد العمام وهادشي عجيب وغريب على قبل وسخ الدنيا شوف فين وصلنا فهاد الشاب هذا دايز يعني تتعرض لواحد العصا ما يمكنش انه تصوروها انتم يعني يمكن لكم تخيلوا انتم باش انه يولي عندهم تكبد ليه الدم في الراس الفم يتخيط حالته كلها يعني وجهه كله زرق يعني فين شوفوا فين ولينا وصلنا على الحاله فين وصلنا ديال الفوضى في الحياه فين ولينا واصلين ني ولينا في الفوضى ولا تسيبه بهذه العباره ولا تسيبه والفوضى فهاد بالنسبه للمواطنين واحد جوج ثلاثه اضرب يعني واخا الانسان ما عندوش الحق انه يضرب ما عندوش الحق انه يستعمل السلاح ما عندوش السلاح الابيض ما عندوش الحق يستعمل اله حاده ما عندوش الحق انه يستعمل اله يعني يستعمل شي حاجه اللي تقدر تضر الاخر يعني كاين خلاف كاين خلاف كاين صراع على قبل الارض فالناس يعني كاين محكمه كاين مساطير قانون كاين يعني كاين القضاة يعني كاين امور اللي يمكن انه ياخذ الانسان بها الحق وبالقانون باجراءات قانونيه فاذا نتمنى من خلال المباشر كما تيقولوا هاد الناس هادو راه خرجوا من قطاره من ولاد الدليم يعني خرجوا من الدوار ما باقيش قدروا انهم يعيشوا يعني تجربة بهذه العباره خلاو يمهم وباهم وعد اختهم تمايا تيقولوا يعني تيقولوا يستر في اي لحظه يقدروا يدخلوا عليهم هاد الناس هادو ولاد العمام يحصره هادشي راه الدم
في اي لحظه يقدروا يدخلوا عليهم ويهجموا عليهم. فاحنا نتمنى من طرق الملكي ديال قطاره بولاد يعني بولاد الدليم يعني في المنابهه كذلك المسؤولين انهم ياخذوا الاجراءات اللازمه في هذا الاطار، وانه يعني المسطره تاخذ المسطره ديالها كما يجب، باش لانه خص هذا الشيء يتحد، ان هذا الشيء ديال الاعتداء والضرب والجرح المفضي الى الموت بعض المرات ولا محاولات القتل. هذا الشيء راه ولينا عايشين، الا بقينا مستمرين هكا راه نولي تنعيشوا فوضى، وهذا الشيء ما بغيناش. يعني باش انه هاد الناس ما يعيشوش في الراحه ديالهم، ديما التهديد وديما السب والشتم والفوضى يعني والهجوم عليهم. فهكا الانسان بيولي تيعيش في حياته، وهكا بيلقى الاستقرار وهكا يلقى الامان. فنتمنى من الدرك الملكي بقطاره وكذلك المسؤولين انه ياخذوا السلطه المحليه بولاد الدليم انه ياخذوا جميع الاجراءات اللازمه باش يحميوا هاد الناس هادو، باش هما يرجعوا لديورهم ويقعدوا يستقروا. لانه كما تيقول لك الا رجعنا تنخافوا اننا نوليو معاهم في الصراع، وقدرة تولي الروح تطيح. فبالتالي هاد الشيء راه ولا خطير، ما يمكنش انه يتسكت عليه دروكا. فنتمنوا انه يعني الدرك تتدخل، السلطه كذلك في ولاد الدليم تتدخل، باش هاد الناس يعيشوا بامان، يعني لقاو استقرار ديالهم. راه كاين قضاء في الاول وفي الاخير، راه القضاء تيفصل في هاد الامور. وقال نشكركم، شكرا لكم على حسن المتابعه، نتمنى اننا نلقاكم في مباشره اخرى على قناه شوف تيفي.